شاوي غنيت حلو النهارده، حضرت حاجه للمشهد. على فكره انا وكريم لازم من بكره، لازم من دلوقتي من الساعه 12 نتعود على الكابه. لا طب استني والله ده يا بور الساعة 12 على السعيد يا بور الساعة 12 ده اسمه ايه بقى بتاعنا عندكم؟ اكيد اسمه حاجة عجيبة انا مش عارف اقولها. جلباب لا ما اسموش جلابية، جلابية صعبتي. جلبير اسمه جلبير. جلبير اه انا كمان وانا كمان وانا كمان تعبت 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 نامي نقعد شوي. انت في عايزه حد يخش سلطه عليكي ولا ايه عايزه؟ طب خدي البيزي بقى البتاع بتاعك. اقول لك كل واحد ابو ماس يقطع لحمك بين الطب. تعالي لي تعالي نسمع تعالي لي ماي ما اسقط لك في الافراح كمان البلد والله على يا لو احلى اصلا على حضرتك فرح 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 هيا نحي خلينا نتغطى اصبرني اصبرني ابن سواء واحد صاحبي يعني لحظه مش شعبي بقى اوف اوف احلى بجد يعني احلى افراح شفتها شو الفرح كيفاش كان على كريم شوف علي بجد بقى انت مش متخيله غنيتي ايه اوبرا؟ لا ايه لا غنيت هبط هبط الف ليله وليله قول للشمس